عندنا كنيسة مرمدة يوم لحد انتهى سوري لبناني عراقي كل مسوى عائلة واحدة يعني الأصدقاء اللي بالكنيسة والزيارات بينهم وكذا أزيد من الأهلين جناشتي ولا ضيعت من زيت يعني ألف استقايات ضيع بشر سمك سمك واني ما سمك ما الأردن أمريكا بعد يعرض كميتين نوع سمك كلهم جاوبنا بس بلكي الله يطلع لك واحد صياد سمك تتوفقين يجيب لك كل يوم موقي هاي موقي بس فاليوم فائد بن عمي تعرفين فائد هذا لينس نمس تجا الزواج ما بيتقون بترائي نابين نابين وخدام كانت في التداف ومكان يعني خارج وقت الفجاعة ونص على البحر مطعم من الناس يسوي سمر لكن ما حد تكسر شو واحد فد واحد صاد سمك إذا ما أكذب عليك مثل سمك بغداد خضر من بعيد يعني تشتهيه اللي فايت والله هاي تمام تبتدوا إلي بيعها ناخذهم روح البيت ما نسقفها وطيبا لأن ماكو محل ممنوع تعلقنا مرة عم تسمك برا جاء البوليس بعد خمس دقائق حريق لأن كل البيوت خشب